نهايات. حتى النهايات القديمة أوصدت أبوابها، لكن بحق ما النهايات التي أخذت بدايتنا وألفتنا نفتش في بقايانا عن الأشياء فينا؟ من يراعي أننا نزلاء في هذا الكمين مطالبين بأن نماطل كي نسدد ما علينا، غير أننا مجبرون على البقاء ودائما وحدي. أرددها كثيرا، أشتهي ألا أفكر كل يوم في المصير وما سيحدث، والملاذ الانعتاق مع حبيبتي البعيدة حيث لا نحتاج أكثر من مكان في مكان لم يزر من قبل، ننعم فيه حتى موسم التوت الطويل، ودائما عذراء أمكنة الهوى بيضاء أجنحة الظهيرة. كم غريب أننا نعتاش من أرواحنا والذكريات ولا نفكر في الذي جعل الحياة من البداية فكرة نلهو بها ونحب.